أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من أساسيات التصميم الجرافيك. في الدرس ده هنبدأ بأول عنصر معانا وهو المصمم. المصمم هو الشخص الذي يمارس مهنة فكرية وليس حرفية. ما معنى اللي هي مهنة فكرية؟ مهنة فكرية اللي هي بتعتمد على الأفكار أو على الذهن عامة أو التفكير عشان تصنع فكرة معينة أو فكرة جديدة مش موجودة قبل كده، وده معنى بسيط المصمم. أهمية المصمم: يساعد في إنشاء علاقات بصرية جذابة عن طريق مزج الألوان والصور. المصمم من خلال التفكير بتاعه أو من خلال الفكرة اللي بيفكر فيها بتساعده إن هو يوصل فكرة أو يبدع في صنع فكرة جديدة مش موجودة قبل كده، وطبعا بيعبر عن الفكرة دي عن الألوان والصور والأشكال وما إلى ذلك. أهداف التصميم: القدرة على ملاحظة باستخدام كل الحواس المتاحة، القدرة على ممارسة التجارب في حل المشكلات الفنية البسيطة، القدرة على الخيال والتنظيم وربط المعلومات والأشكال المحيطة واكتشاف العلاقات والقوانين في البيئة، القدرة على تحقيق الهدف من التصميم. أهداف التصميم بتكون حاجات معلومة أو حاجات معروفة قبل كده بتساعد إن هي توصل فكرة معينة للمستقبل أو عامة العميل اللي انت بتوصله الفكرة، تمام؟ وده طبعا بيكون عبر حاجات اللي هي زي الحواس، السمع أو البصر، لو انت هتعمل مثلا حاجة سمعية أو انت هتعمل حاجة بصرية، وممكن برضو عشان تعرف تحل مشكلة معينة، المشكلة اللي هي الخاصة، مثلا مشكلة مثلا براند عايز يعمل مثلا دعاية خاصة بيه، فانت بتشوف المشكلة اللي عنده فتحلها عشان الدعاية تزيد أو الدعاية مثلا توصل لأكبر عدد ممكن من المستهدفين. طبعا التنظيم وربط المعلومات والحاجات دي كلها بتساعد ان التصميم يوصل للعميل بشكل افضل او يوصل للمتلقي بشكل بسيط يفهمه وتوصل منه الرسالة الخاصة بالتصميم. وبعد كده هنخش على التصميم والطبيعة. وطبعا الطبيعة هي مصدر اساسي للتصميم لانها مصدر كل قواعد وقوانين التصميم، ويكون الابداع من التأمل في الطبيعة وفهم بها من الوان واشكال. طبعا الطبيعة بتكون اساس كل شيء، وطبعا التصميم بادئ من الطبيعة لأن الطبيعة بتكون كل حاجة فيها متناسقة شكليا ولونيا، الأحجام متناسقة وما إلى ذلك. وطبعا في الصور الموضحة عندنا طبعا هنا بالنسبة لصورة الشاطئ الألوان متناسقة، الترتيب في الحجم متناسق، طبعا عندنا في الورد برضو نفس الشكل، الشكل بيكون متناسق، الألوان بتاعتها متناسبة مع بعضها، وبرضو بالنسبة للشجرة اللي جنبها فدي برضو نفس الوضع، الألوان بتكون متناسبة مش بتتعب العين، الشكل والأحجام والحجم بتاع كل لون متناسب مع بعضه. طبعا عندنا في حاجة اسمها العوامل المؤثرة التصميم، ومن أهم العوامل دي اللي هي الخامات، هي المعرفة بكل أنواع الخامات وخصائصها للوصول إلى الإيحاء الخاص بالخامة. عندنا طبعا الخامة بتكون عنصر أساسي جدا إنك توصل المعلومة للمتلقي أو الفكرة أو جودة الخامة توصل للمتلقي بسهولة. عندنا مثلا الصورة اللي على الشمال دي عبارة عن صورة جلود، دي عبارة عن صور هي مش ملموسة، بس انت اول ما تشوفها بتحس اكنها ملموسة او بتحس بالشعور بتاع الخامة اللي هو خامة الجلد. والصورة برضو اللي على اليمين صورة قماش مش لامسها او مش حاسسها، بس انت اول ما تشوفها بتحس فعلا بملمس القماش او بتحس بشعور ان ده قماش. عشان كده الخامات بتكون من اهم العناصر المؤثرة في التصميم، ولازم ان يكون المصمم على دراية بنوع الخامة اللي بيقدمها او بنوع مثلا المنتج اللي هو بيشتغل عليه، ايه خامته مثلا، شكله او ما الى ذلك. وعندنا وظيفة العمل الفني التي ينتجها المصمم، ويجب ان يكون العمل يقدم الرسالة المخصصة له او الهدف الخاص به مع الشكل الجمالي. طبعا العمل الفني لازم أن يكون بشكل حلو ومناسب، وطبعا بيوصل الرسالة دي أهم حاجة بتكون موجودة في أي عمل فني موجود. طبعا المصمم بيوصل ده عبر التصميم الخاص به، بيدمج ألوان معينة أشكال معينة. ونيجي مثلا على رقم 9 الموجود على الشمال، هو حط أشكال معينة زي أشكال الخطوط والألوان بتاعتها والترتيب الخاص بها، وادنا تعبير إن هو رقم 9، ما خلهاش رقم 9 رقم مصمت، يعني رقم ثابت بس كده او رقم 9 وخلاص في الشاشة بيضاء، هو حط له بعض المؤثرات فخلى شكله الجمالي يزيد. وبرضو عندنا البوستر الخاص، البوستر هو عبارة عن دخان طالع والدخان موجود فيه الشخصية او الشكل الخاص بالانسان اللي هو محقق عامة او كده، فده هو استغل المساحة السلبية ان هو يحط صورتين في بعض وبرضو وصل الفكرة وبشكل جمالي. وطبعا البوستر اللي جنبه طبعا وصل الرسالة ان هو شخص رجل وامرأة، تمام، وفي نفس الوقت متنازعين، وحط الاتنين على شكل قلب والقلب مكسور.
وفي نفس الوقت وصل الصورة ان على الشمال ده رجل وعلى اليمين ده مرأة. وصل الرسالة الخاصة بيه بشكل بسيط وسهل، مفيش حد يصعب او يبقى فيه موضوع صعب ان هو يفهم الرسالة من التصميم. وبعد كده عندنا برضو موضوع التصميم، يجب ان يكون التصميم متصل بالموضوع عبر وصول الى افضل طريقة لعرضه من خلال خطوط الوان اشكال مع عدم نسيان الطابع الخاص بالمصمم. طبعا عندنا الموضوع الخاص بكل تصميم لازم يكون تصميم متصل بيه، بمعنى ان التصميم مثلا ما يكونش تصميم عن ورق وحط مثلا تصميم عن جدران، او مثلا ما يكونش التصميم مثلا عن حاجة بتتلمس وحط انا تصميم تاني عن حاجة اصلا ما بتتلمس، او مثلا يكون رقمي وانا احط مثلا حاجة طباعة او حاجة ملموسة. فلازم يكون الاتنين متصلين ببعض عشان الرسالة توصل بشكل افضل او التصميم يطلع بافضل شيء ممكن. وطبعا الطابع الخاص بالمصمم ده بيدل على فكره او الفكرة اللي في دماغ المصمم بيعرف ينفذها ازاي. وعندنا مثلا امثلة اللي هو الشعار اللي تحت. الشعار هو استغل العلامات اللي بتدل على الطريق وشكل اللمبة اللي هو بيدل على الفكرة، وربط الاتنين ببعض فوصل لنا الشكل بشكل بسيط ان هي في فكرة والطريق الاتنين مع بعض. وبرضو التصميم اللي في النص عبارة عن ايادي بتساعد بعض، هي ايد بس هي لنا من التصميم ان هي استغل المساحة السلبية فوصلت اكنها ايادي فوق بعض او ايادي بتساعد بعض. وعندنا برضو حرف الدي، حرف الدي وهو وصل لنا برضو ان هو بشكل جمالي حرف دي تمام، بس بشكل مناسب ليه او حط له بعض التعديلات او حط له بعض الاشكال اللي حواليه عشان تزيد الجمالية بتاعة التصميم. وبكده النهاردة يكون درسنا خلص، اتمنى يكون الدرس عجبكم. تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصل كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات برضو لو عايزين تضيفوا اي حاجة او اي رأيكم تعليقات، واحنا ان شاء الله هنرد عليكم. شكرا للمتابعة ومع السلامة.